هتخفف وجع الراس خلال ثواني. في عنا النعنع، في عنا المليسة، في عنا الزيوت هذه المركزة بتكون، بس أنا ما بنصح فيها طبعا، أنا بنصح في الشغلات اللي بتعملوها البيتية، هذا ما إلنا شغل في هاي المركزة. هاي في عندي الزنجبيل، في عندي النعنع، في عندي الليمون، في عندي الميرامية، في عندي زيوت مختلفة اللافندر طبعا والروزماري هذه الزيوت على السريع إذا بنحطها ونستنشقها بتعمل عملية يعني إراحة سريعة في وجع الرأس، لأنه باستخدام الأروموثيرابي، بس إحنا استخدمناها عن طريق المساجات عن طريق الكحول. والكحول لما نوضعه احنا بندخل كمان العناصر هذه اللي في الليمون واللي في المكعبات مباشرة للجلد وللدورة الدموية عن طريق الدماغ. ماشي، احنا حكينا على المساج للرقبة وللأكتاف عشان نحرك الدورة الدموية. طيب المساج اللي ممكن نسويه للرأس، اول شيء بنبلش في المساج بشغلات بسيطة، يعني في الأصابع بندخل الأصابع وبنصير بس نحرك شغلات بسيطة، نحرك أعصاب الرأس، نزيد الكهرباء الزائدة والضغط الكهربائي الزائد في الدماغ عن طريق حركات بسيطة. فرشاة الشعر، المشط الطبيعي خصوصا تاع الشعر، ونضلنا نعمل الحركات، هذا بشيل كل شيء، بشيل الضغط النفسي والكهرباء وبخفف وجع الرأس. الضغوطات الأكوبراشر اللي بيسموها ضغوطات، هذه تأثيرها هي المباشر، تأثير الضغوطات هذه بيكون على الدماغ. يعني وجع الرأس بده يستفيد كتير من هذه الضغوطات. أولها ضغوطات حوالين العين، شيل النظارة، على المنطقة اليمين والمنطقة الشمال، وين التقاء العين بالأذن، هاي المنطقة هي الضغوطات، هي عملية ان احط اصابعي او احط ايدي اي شيء، المهم احط ضغط واعمل عملية حسب عقارب الساعة ضد عقارب الساعة، مش مشكلة هذه، المهم تضغطه وتحركه، هذا حيخفف كتير. النقطة اللي بعدين هذه النقطة العين الثالثة بين العينين، بين بحط نفس الشيء وبعملها مع شهيق وزفير، خليكم تاخذوا فعلية اكتر، 5 ثواني بعملها لمدة 10 دقائق. النقطة هذه كمان هذه على السريع بتنزل الضغط وبتقوي الذاكرة وبتقوي التركيز، انه فقط تدليك لشحمة الاذن، تدليك خلف الاذن، تدليك امام الاذن، وضغوطات امام الاذن في المنطقة هذه، هاي منطقة حساسة لكل الاعصاب، الوجه تحفيزية قوية،